بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم، وأولى حلقاتنا من برنامجنا النهاردة تحت المسمى الجديد الشارع المصري. زي ما حضراتكم عارفين دايما احنا من خلال برنامجنا دايما بنحاول نلقي ونسلط الضوء على جميع وكل ما يدور به الشارع المصري. ايضا بنحاول نكون همزه الوصل بين المواطن والمسؤول. اعزائي المشاهدين يا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم، ونقدم ماده اعلاميه متميزه ترضي حضراتكم وترضي ضميرنا وترضي المولى عز وجل. طبعا النهارده انا عايز ارحب بصديقي العزيز والاعلامي الكبير الاستاذ عمرو العدوي. اهلا بك يا عمرو، النهارده منورني في البرنامج النهارده، صديق عزيز ومقدم البرنامج معايا النهارده. نورك يا استاذ خالد ندى، احنا سعيد يا فندم معاك المره في الحلقه دي يا فندم. استاذ عمرو، طبعا النهارده احنا معانا تقرير مهم جدا حابين نتكلم عليه. شركه الصالحيه للاستثمار والتنميه، شركه تابعه للقطاع العام، شركه عامله حاجه جامده جدا، يعني حاجه ولا اروع من كده يعني. طبعا بنشكر طبعا دكتور طارق انور رئيس قطاع الانتاج الحيواني. فرجنا وشفنا في التقرير حاجات مهمه جدا، يعني قطاع الانتاج الحيواني، لحوم، في طبعا رحنا المحلب كمان شفنا طريقه الحلب و نظام حاجه، يعني شركه وطنيه. واتكلمنا معاه على طبعا ضخ هذه الانتاج للاسواق المصريه، ليه طبعا انت عارف، ليه طبعا المواطن المصري البسيط. انت ايه رايك يا عمرو النهارده في الكلام ده؟ والله يا استاذ خالد، شركه الصالحيه دي شركه عريقه جدا، وليها أفوة على كل مستوى محافظات في مصر. طبعا دي يعني حاجه جميله لمصر كلها، وحاجه جميله للشعب المصري، منع لاحتكار السلع في الاسواق السوداء. تمام، هي تابعه ايضا كمان طبعا للقطاع العام، يعني تمام انتاج حيواني، انتاج دجيني، محاصيل زراعيه، فاكهه. وكمان شفنا في طبعا مهندس محمد عبد الواحد رئيس قطاع الدواجن، يعني حاجه محترمه جدا. وشفنا الانتاج من البيض والفراخ. تمام فندم، واتكلمنا عن الحاجات دي كلها. تمام، وهناك طبعا فرجونا ما شاء الله على كل حاجه، هو ده كل موجود في التقرير يا فندم. وايضا عايزين نشكر برضو المهندس اشرف صلاح الدين رئيس مجلس الاداره، نائب رئيس مجلس الاداره، مستشار رئيس مجلس الاداره للشؤون الزراعيه. استاذ عمرو دلوقتي هنطلع التقرير طبعا، وطبعا من خلال شارعنا المصري الشارع المصري هنطلع تقرير نشوفه ونرجع نعلق عليه. اتفضل يا باشا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم من داخل شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، من داخل قطاع الانتاج الحيواني. معانا دكتور طارق انور علي، رئيس قطاع الانتاج الحيواني ومشرف على الانتاج الدجيني. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا بيه. النهارده طبعا احنا مع حضرتك في الشركة، عايزين حضرتك تكلمنا عن قطاع الانتاج الحيواني، وايضا عن الحلب الآلي. احنا من داخل المحلب دلوقتي، فعايزين نعرف طريقه الحلب الالي والكفاءه الانتاجيه وكل هذه الامور. يعني قطاع الانتاج الحيواني بشركه الصالحيه ده عباره عن محطتين انتاج حيواني، كل محطه فيها عدد 2 محلب الي. المحلب الالي عباره عن 32 نقطه حليب، ده بيتم حليب الابقار علشان بغرض انتاج البان سليمه وصحيه وخاليه من مسببات الامراض ومطابقة لمعايير الجودة. عملية الحلب كلها بتتم آلي بدون ما حد يلمس أي حاجة من الأفراد اللي هم بيقوموا بعملية الحلابة. أول ما بتدخل الأبقار اللي هي الحلابة بيحصل رصد للأرقام اللي موجودة عن طريق مجسات في ودنها، رصد للرقم ده يتم يتسجل على جهاز قياس اللبن الميلك ميتر، ومع كمية الإضرار اللي تمت من البقرة دي بتتسجل وتتنقل على الكمبيوتر على طول، علشان نطلع في النهايه بان احنا عندنا تسجيل لكل بقره والاجمالي كميه الحليب المنتجه كل حلبه كل يوم طول الوقت. طبعا ده يتنقل، اللبن يتنقل فورا على تنكات تبريد علشان يحصل لها تبريد سريع، وبعد كده يتنقل على شركات تصنيع الالبان. تمام يا فندم. يعني دلوقتي طبعا الطاقه الانتاجيه طبعا بالنسبه لللبن من داخل المحلب، من اجمالي عدد الحيوانات اللي موجوده في المحطتين 4000 راس، عدد الابقار الحلابه اللي موجوده فيهم 1900 راس،
عدد الابقار، عدد الابقار الحلابه 1200، اجمالي طاقه انتاج اللبن اليومي 35 طن لبن. اكيد يا فندم، طبعا هذه الطاقه الانتاجيه والكلام اللي حضرتك بتقوله المحترم ده، اكيد ده لما يضخ في السوق طبعا طبعا بيريح الامور بالنسبه للمواطن البسيط، وحضرتك عارف نظام الاحتكار في الفتره اللي فاتت والجشع بتاع التجار. انتاج الالبان دلوقتي كميه كبيره، ممكن تكون اكبر من استيعاب السوق، لدرجه ان هو اسعار اللبن طن اللبن هو الوحيد اللي بينزل السنه دي والسنه اللي فاتت، هو اللي نزل عن السنوات اللي قبلها تقريبا بمقدار من 500 ل 800 جنيه في الطن. حضرتك اكيد طبعا يعني احنا المواطن البسيط دايما يعني بينظر لهذه الامور، فطبعا اللي حضراتكم اللي بتعمل هنا في الشركه حاجه محترمه جدا، واحنا بنتمنى في كل المشاريع مش في المحلب والالبان بس والكلام ده كله. فطب بالنسبه برضه للقطاع اللحوم، هل برضه في قطاع الانتاج الحيواني في برضه قطاع اللحوم؟ هو في محطه ثالثه او في تغذيه للسوق المصري، في محطه ثالثه اللي احنا قلنا محطتين انتاج البان، وفي محطه ثالثه اللي هي محطه عباره عن محجر بنجيب فيها سلالات من عجول التربيه وبنربيها وبنطرحها في السوق، وهي دلوقتي فيها حجر، يعني في الوقت الحالي فيها رساله بتتم حجرها. فانا طبعا حابين نتكلم في كل حاجه في طبعا في دواجن وفي المحاصيل في كل حاجه، بس بما ان احنا في المحلب النهارده بنتكلم عن امور الالبان والقطاع الانتاج الحيواني كله، فحضرتك ممكن تدينا فكره برضو عن، حتى ولو كده ناخد فكره سريعه عن مثلا قطاع الانتاج الداجني. قطاع الانتاج الداجني في الشركه عباره عن ثلاث محطات انتاج بيض مائده ومحطتين رعايه اللي هي تربي الكتكوت عمر يوم لحد ما يوصل للعمر وللحجم اللي هو يبتدي بيه. محطات الرعايه هي اللي بتغذي محطات التربيه وانتاج البيض. اجمالي انتاج البيض عندنا تقريبا 115 مليون بيضه في السنه، وبنرفعهم ل 120 مليون. الانتاج اليومي من 10 ل 12 الف طبق في اليوم. بيض مائده، بيض صحي سليم اورجانيك خالي من اي مسببات الامراض. تمام يا فندم، احنا كده يعني سعداء بالكلام ده، لان احنا الفتره اللي احنا فيها دي احنا محتاجين في كل الامور، يعني في كل القطاعات، اذا كان دجني او لحوم او اسماك، حتى جميع القطاعات اللي ممكن تعمل وفره في سوق للسوق المحلي المصري، بحيث حضرتك طبعا بالنسبه للاسعار المواطن المصري يعني في الفتره دي محتاج الاسعار تريح شويه، لان احنا طبعا زي ما الرئيس بيقول ان احنا كلنا او كل الحكومه كلها شغاله حاليا على هذه الامور، لان طبعا المواطن المصري يستحق كل هذه الامور في الفتره الجايه ان شاء الله رب العالمين. بنتمنى يعني يكون في امور تعمل راحه ماديه بالنسبه للمواطن البسيط، وبنشكر حضرتك النهارده على هذه الاستضافه الجميله من داخل المحلب. شكرا، ربنا يخليك يا فندم، وان شاء الله رب العالمين في زيارات كثيره ان شاء الله لهذا القطاع ولجميع القطاعات من خلال برنامجنا ان شاء الله. وطبعا اعزائي المشاهدين النهارده دلوقتي بنرجع للاستوديو، والف شكر يا فندم. شكرا يا فندم. دكتور طارق، كلمنا حضرتك احنا موجودين فين دلوقتي بالظبط؟ احنا موجودين دلوقتي في مكان رعايه العجول الرضيعه اللي هي من اول يوم لحد سن الفطام. طبعا كل عجل او عجله بتتولد بتتحط لها رقم في الاذن بتاعها، وتبتدي تتحط في بوكس لوحده، ويتقدم لها كميه الاكل والشرب واللبن اللي هي المخصصه لها. اي تعاملات تمت لها من ادويه او تحصينات بيتكتب على الكارت بتاعها، علشان نعرف ان العجل ده خد ايه امتى، واستوفى كل التحصينات واستوفى كل المعاملات بتاعته ولا لا. وبيتسجل بقى بعد كده وزنه، وطو ما يحصل فطام بيخرج بره المكان ده ويخش مكانه العجل المولود الجديد. بيتنقل بقى في المكان مكان تاني يعني اكبر من ده واوسع.
ماشي يا فندم. طيب طبعا بالنسبه طبعا للرعايه الصحيه طبعا الرعاية الصحية هنا مسؤولين عنها مجموعة من الدكاترة أكفاء بيأدوا كل أعمال التحصين والرعاية للعجول اللي عليها طلع نتائج ما شاء الله رائعة، ونسب إن كانت نفوق ديت نسب بسيطة جدا بالنسبة للنسب النمطية اللي المفروض تكون موجودة عليها. تمام. طبعا حضرات كلنا عارف ان طبعا في جميع مناسبات الاعياد وكده في منافذ بيع للحوم وللمواطنين وجمله وقطاعي والكلام ده كله. كل منتجات الشركة بتنزل في منافذ، والألبان ايضا طبعا. كل منتجات الشركة بما فيها منتجات الألبان واللحوم بتنزل في منافذ في الشركة، منافذ ثابتة في أماكن كتيرة ومنافذ متحركة، عربيات بتتنقل من مكان لمكان. تمام. طبعا وبيبقى المعروض سعره تنافسي للسوق وأقل كتير جدا من سعر في السوق المحلي. ما هو بالنسبه للمواطن البسيط طبعا حضراتكم طبعا شركه وطنيه، فالكلام ده كله طبعا يعني بتبقى يعني عمليه راحه للمواطن البسيط على اساس انه يتغلب على الظروف المعيشيه بالنسبه للمواطن يعني. الف شكرا لك. شكرا الف لكم. شكرا. اهلا وسهلا يا فندم، يا مرحب بكم. احنا طبعا قطاع الدواجن قطاع من ضمن قطاعات شركه الصلاحيه للاستثمار والتنميه. القطاع طبعا بينقسم لقسمين، قسم انتاج وقسم تربيه. عندنا قسم الانتاج 3 محطات، المحطه فيها 6 عنابر، العنبر فيه 27 ألف، يعني عندنا في حدود 450 ألف طائر يوصلوا ل 500 ألف، نص مليون طائر انتاج، وعندنا 160 ألف طائر في محطات التربيه. طبعا احنا بنجيب الكتكوت عمره يوم، بندخله محطه التربيه بيقعد 120 يوم، ياخد فترات التحصين بتاعته وفترة التحضير والتحصين بتاعه، وينتقل لمحطات الانتاج اللي هو محطه من ضمن المحطات دي. طب كم عدد الانتاج اللي يا فندم اليومي؟ طبعا احنا بننتج 13000 طبق متوسط في اليوم. بننتج 115 مليون بيضه في السنه. عندنا طبعا زي ما انت شايف كده عندنا مصنع علف. الشغل كله ذاتي عندنا، كل حاجه تطلع من عندنا. العلف عندنا طبعا علف نباتي صافي. البيض بيطلع من عندنا، بيطلع اورجانيك زي ما انت شايف كده. العنبر ما شاء الله بيطلع العنبر بيطلع فيه 27 ألف طائر زي ما قلت لك. انا كده بنطلع 13 ألف طبق، بنوزعهم طبعا بالنسبه تيجي تجار من عندنا. تمام. طب هما كام ليكوا كام فرع على مستوى الجمهوريه يا فندم متوزع فيهم الافرع البيضاء يا فندم؟ يعني يا فندم عندنا منافذ في اغلب محافظات مصر. تمام. ودي طبعا ده برضه يعني من ضمن المميزات الشركه وخدمه للمواطنين. تمام. ان احنا بنطلع المنتج بتاعنا على المنافذ الخاصه بالشركه بتاعتنا. تمام. بتوزعها مباشره، يعني ما فيش وسيط بيننا وبين بين المستهلك. تمام. فدي برضه بتسهل جامد على المستهلك، بتوصل المستهلك بنفس السعر اللي احنا بنبيع بيه. بنجمع بالنهار، بيجي طبعا البيض بنباع اول باول، البيض اللي الزياده بينحط في المخزن هنا، طبعا بنشيل اول باول. طبعا في بيض بنباع للتجار زي ما انت شايف كده فرط بدون تغليف. تمام. عاده، وبيض مغلف زي كده بيروح المنافذ بتاعته داخل التجهيزات الصلاحيه برضه، وعليه طبعا عليه تاريخ الصلاحيه وعليه الباتش بتاع الشركه، فزي ما انت ده شايف ما شاء الله كده، ولاقي اقبال جميل جدا في السوق. تمام يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محطات الري في الصلاحيه الجديده دي عباره عن 7 محطات، وفي منهم محطة 5 و6 و7 و8 دي على خط 1500، ومحطة 2 و3 و4 دي على خط 1200. دول بيستقبلوا المية من المحطة الرئيسية اللي هي محطة 1 طرمبات على تلة الحلو. بيتم الضخ على جميع المحطات هنا، وبيمشي المية طبعا بطبيعتها انسيابي على المحطات، وبعد كده احنا بنستقبل المية دي في كل محطة وبنبدأ نضخ على اللمات. اللمات ديت عباره عن مثلا كل لام بتستوعب بفتات ومآخذ معينه بمساحات مختلفه حسب طبيعه الزراعات اللي فيها. بنبدأ بعمليه الضخ، طبعا بنقوم بعمليه الضخ كل ما مثلا الضغوط بتترفع عندنا
بنبدا ان احنا ننزل ترومبه او ترومبتين او ثلاثه حسب طبيعه العمل. كل ما الضغوط بتنخفض بنبدا نرفع ترومبه او اثنين او ثلاثه حسب طبيعه العمل برضو حتى يتناسب مع عمليه الزراعه على اللمات واستقبال المياه منها عشان تكون بطريقه جيده وتفيد الزرع ويبدا المقول جميع المزارع تستوعب الكميه اللي داخله عليها. باشمهندس اشرف صلاح الدين مستشار رئيس مجلس الاداره للشؤون الزراعيه، تشرفنا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. نبذة مختصرة عن المشروع. المشروع حوالي 23,000 فدان، يعتبر من أعرق المشاريع الموجودة في جمهورية مصر العربية. أنشأ من سنة 79 في عهد رئيس الراحل أنور السادات وعثمان أحمد عثمان. المشروع فيه 19,000 فدان عبارة عن القطاع الزراعي، منهم 12,000 فدان محاصيل زراعية اللي هو دورات زراعية بفتات. في 96 بيفت، البيفت 150 فدان عبارة عن بيتزرع في الدورة الزراعية دلوقتي بطاطس، بنجر، بنزرع قمح. معانا 5,000 فدان فاكهة متنوعة عبارة عن برتقال ومشمش ومانجا ورمان وخلافه. معانا 2,000 فدان بنزرع بالمحاصيل الخضر من بطاطس وبصل وطماطم وخلافه. ومعانا صوب 28 صوبة شغالين فيهم هيوصلوا ل 150، لان احنا كنا في الاول احنا كنا بنأجر الحاجات دي ونعتمد على بيع البرتقال ب 40 50 مليون جنيه الى جانب التأجير. لما اجى اللواء احمد مجاهد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب قال لا الفكر ده يتغير، واحنا عايزين احنا نزرع بايدينا كل حاجه ونستغل كل شبر موجود في الارض. فبدأنا ان احنا عملنا صوب بعد ما كنا بنأجرها، زرعنا 28 صوبة عبارة عن الخيار وفلفل ألوان وفلفل حريف، وزرعنا الكابوتشي وزرعنا كل حاجة يعني خضار. والحمد لله جابت الصوبة معانا في الخيار 7.5 طن في الصوبة، ودي كان معدلة كنا حاطين من 3 ل 3.5، لكن من احنا السيادة اللواء بيستعين بخبرة ومستشارين على أعلى مستوى من معهد البحوث، إلى جانب إن هو مش بيبخل. كنا الأول بنجيب الأسمدة والمبيدات أنواع اللي هي الأرخص، دلوقتي لا بيجيب الأغلى والأفضل وبيجيبها. وبنبدا ان احنا زرعنا الخضار وزرعنا سلاج، زرعنا حوالي 15 بيفت في الدوره اللي فاتت، السنه دي ان شاء الله هنوصلهم ل 20 بيفت علشان نقدر نوصل ان احنا نوفر 30,000 طن للانتاج الحيواني، غير ان احنا نزرع حوالي من 3 إلى 4 بيفتات ذره. الدورة ده دورة أصفر عشان نوفر للدواجن، وطبعا في محطات تسمين عملت، في سمكة عمل في المحطات يوفر 25,000 طن، إلى جانب الزراعات اللي هي بين المزارع كلها استغلت واتزرعت، والحمد لله إنتاج عالي. وبيعين البرتقال السنة دي طبعا وصل من الجودة. سؤال لحضرتك أخي بعد إذنك، المنتج بيطلع من إيديكم المستهلك مباشرة ولا بتبيعوا عن طريق سماسرة؟ لا يا فندم، احنا عندنا حوالي 25 منفذ غير المنافذ المتنقلة في أنحاء الجمهورية في الشرقية وفي الإسماعيلية وفي القاهرة، والمنافذ دي بتبيع أعلى منتجات لدرجة إن احنا بنبيع طبعا اللحمة وبنبيع الفراخ وبنبيع فيها الألبان والمنتجات الزراعية بتاعتنا، إلى جانب إن احنا بنصدر حاجات وبنبيعها برضو لبعض الشركات الكبيرة زي شركة دالتكس أو شركة النور، بتاخد البرتقال وبتصدره لأوروبا وإحنا بنعمل له عملية تكويد على أساس إن هو إيه يكون ينفع انه هو يتصدر للخارج لان بتبقى جودته عاليه. شكرا على وقتك، تشرفنا بحضرتك. شكرا. العفو يا فندم. شكرا. شكرا. اعزائي المشاهدين، عوده مره ثانيه بعد التقرير. استاذ عمرو، طبعا عايزين ننوه تنويه بسيط طبعا ان احنا تم تغيير اسم البرنامج لوجود برنامج لزميل وصديق عزيز في داخل القناة بنفس الاسم، فعشان كده احنا طبعا تم تغيير البرنامج لاسم الشارع المصري. برضو عايزين يا عمرو عايزين نتكلم على حاجة مهمة جدا يعني احقاقا للحق، وعايزين نتكلم كلمة يعني شهادة حق. عايزين نتكلم عن رئيس مجلس مدينة فؤوس المهندس عبادة محمد عبادة. صراحة هذا الرجل يعني لا يكل ولا يمل من التواجد في الشارع طول النهار، ودايما يباشر جميع
العمل بنفسه من وحدات محليه لمستشفى لي. يعني انا صديق بيكلمني بيقول لي انا بتصل عليا الساعه 5:30 علشان يلف على الوحدات المحليه ويباشر المستشفى العام. فطبعا ده كلام محترم جدا من مسؤول محترم. يا فندم الاستاذ عباده شغال ليل نهار صراحه، يعني موضوع المستشفى الاكسجين ليل نهار في المستشفى. فجد بشان هو اساسا اول شغله كان في الوحدات المحليه، فطبعا هو شغال ليل نهار صراحه، ما بكلش من عمل، ومكتبه مفتوح 24 ساعه لاي مواطن، ودايما هو راجل ميداني في ارض الواقع طول النهار والليل. هو احنا عايزين طبعا الفتره الجايه بلدنا محتاجه مسؤول على قدر من المسؤوليه، يعني عايزين مسؤول يكون متواجد في كل الامور دي، يكون متابع. واهم حاجه زي ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، المتابعه هي اصل كل حاجه. تمام. يعني ما ينفعش مسؤول يسيب مشروع، لازم يكون اول باول على راسه كده زي ما احنا بنقول، يعني علشان طبعا الحاجات دي لازم يكون. الفتره الجايه احنا محتاجين مسؤول زي ما قلت لك دينامو في الشارع. استاذ خالد هو شغال اصلاح ليل نهار صراحه، يعني على ارض الواقع انا كل يوم بشوفه ليل ونهاره. تمام. هو طبعا راجل محترم، والفتره الجايه حتى يعني احنا كنا معاه بنسجل معاه لشغل عندنا. الراجل يعني قدام مني برضو كان في مواطن بيتكلم معاه جوه المجلس، فقال له يعني بابي مفتوح للجميع. محافظ الشرقيه طبعا احنا عايزين برضو نتكلم في حاجه مهمه جدا بالنسبه للسيد المحافظ، برضو الانسان. يعني كان في طبعا في سيده من اصحاب القدرات الخاصه، الراجل تجاوب، كان في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الراجل استجاب، والراجل كان هي محتاجه تروسيكل واستضافها وكرمها، وطبعا ايه جاب لها تروسيكل عشان طبعا يعني تقدر تتعايش منه. استاذ خالد، سياده المحافظ السيد الدكتور مدعي غراب، الواتس بتاعه مفتوح 24 ساعه لخدمه المواطنين، اي حد بعت رساله على الواتس عنده مشكله صراحه بيتجاوب معاه في لحظاتها بلحظه، ما بتاخرش عن حد، وده من ارض الواقع مع ناس اعرفهم. طبعا اعزائي المشاهدين، طبعا من خلال برنامج النهارده عايز اتقدم بالتعازي. اولا اعزي نفسي في فقيد عائلتي، عائله ابو ندى بالخطاره الكبرى مركز فؤوس محافظه الشرقيه، اخويا وصديقي العزيز علي ندى، واعزي اولاد عمي الاستاذ عبد الله ندى، و الحاج احمد محمد ندى، وحسن وطارق ندى، في فقيد العائله المهندس علي ندى رحمه الله عليه. يا رب يا ربنا يتغمده برحمته، شخصيه محترمه. وطبعا نحن وأسرة برنامج الشارع المصري نتقدم بالتعازي لطبعا الحاج احمد، وايضا عايزين طبعا نعزي برضو الاستاذ عبد الله ندى في فقيد العائله. اعزائي المشاهدين، كده انتهت حلقتنا النهارده، انتظرونا في الاسبوع القادم في نفس الميعاد وبرنامج الشارع المصري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.